والسلام على سيد المرسلين. الحمد لله الذي أحل الله لنا النكاح وحرم علينا السفاح وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، حيث قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاءت لكم هذه الجهة الكريمة من قرية بيت النان، أتوا بيدي ابنتكم عبير من أبونا وليد عبد الله بن دار بطير وليد بطير إلى ابننا إياد إياس حسين ربيع، فماذا أنتم قائلون؟ على ذلك اللي يتبقى مبروك يا جماعه. طبل على ظهره، يعني في الموضوع انه هو السبب مباشر، انت ما طبلش على ظهره. ايوه، اكثر القاعده